السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مثل ما وعدتكم راح أتكلم اليوم عن طريقتي أنا اللي اعتمدتها في التحضير للمناقشة حقت الفايفا حقت البي اتش دي. راح أستعين بسلايدات من جامعة ساسكس، طبعا كانترودكشن أنه الفايفا هي المناقشة رسالة الدكتوراه، غالبا تحتوي على اثنين ممتحنين، واحد من الجامعة لكن ما تعاملت معاه من قبل ما في بينكم أي تعاون أو كولابوريشن بالأبحاث، والشخص الآخر خارج الجامعة. غالبا المشرف الدراسي يرشح لك أشخاص من معارفه من جامعات ثانية. غالبا أو أنا من معرفتي هنا في بريطانيا تكون يعني تبادل، يعني مثلا مشرفي يختبر طلاب هذا الدكتور في جامعة أخرى، وبعدين يجي هذا الدكتور في هذه الجامعة ويختبر طلاب مشرفي وهكذا. فكثير اللي يسألوني مثلا، أو بعض البنات كانوا يقولون، أو مثلا بعض البنات يقولون أنه كيف نحدد الإكزامينر؟ أحسن شيء يكون المشرف هو مختارة ومرشحة، لأنه هو أردي بيكون عارفه ومتعامل معه شوية. طبعا تختلف طريقة اختيار الإكزامينر من جامعة لجامعة، مرات بيشرطون ما يكون في publication بين مشرفك وهذا الإكزامينر، ما يكون في بينهم تعاون مشترك يعني بالأكاديمية، ومرات مثلا يشرطون آخر مرة يكون ناقش في هذه الجامعة أكثر من 3 سنوات، يعني ما يصير كل شوي يجي يناقش طالب في هذه الجامعة. بس تأكدوا من الريجوليشن تبع جامعتكم وشوفوا إيش الأساسيات لاختيار الإكزامينر الإكسترنال إكزامينر يتم خلال المناقشة. وهذا شوي أنا كنت شوية هايبتة قبل أدخل مناقشتي، مثلا طريقتهم بالأسئلة ممكن يكون فيها انتقاد أو تقليل مثلا من إجابتي أو من معلوماتي في هذا المجال، أو يعني أي شيء ممكن يهز ثقتي كطالبة. لكن لاحظت أنه كانوا جدا سبورتيف. طبعا ما بقول أني أنا كنت لكي، الحمد لله أني كنت محظوظة، بس أقصد الشكل العام من اللي أنا أعرفهم ومن تجربتي أنه هم مو جايين يرسبونك أو يطيحونك أو يتصيدون أخطائك، هم بس يبغون يتأكدون أنه أنا متمكنة من هذا المجال وأنا أستحق أني أخذ الدكتوراه لأني جد اشتغلت في هذا البحث. هذا الكاريكاتير جدا معبر. بعد ما سلمت الثيسز وتواصلت مع المشرفين والإكزامينر بورد اللي ينسقون تبع الاختبار، ولما حددوا لي موعد المناقشة كذا شوية ميكس فيلينج، إنه أنا ودي أخلص بس بانيكينج أولسو، لأنه يمكن ما أكون جاهزة، يمكن ما أقدر أجاوب، ممكن كل المخاوف الأفكار السلبية تجي في وقتها. راح أتكلم من وقت ما سلمت الثيسز بديت أجمع أبحث أونلاين عن الريسورسز، عن أغلب الأسئلة اللي تنسأل في الفايفا، الأشياء الكومن، how to start to prepare for your فايفا. في هذه الشيكليست راح أصورها الحين وبعدين راح أشرح أو أتكلم عن تجربتي. أوكي، فأنا سويت بحثي أونلاين، بحثت عن الأسئلة the most common question being asked during the PhD Viva، وهم غالبا 40 سؤال، بس أنا بحثت كثير وكتبتهم هنا وطلعت تقريبا 112 سؤال. حطيت كل سؤال في سلايد وطبعتهم على شكل كاردز، بوريكم بعدين اللي أنا طبعتهم. حبيت إني أخليها على شكل كاردز، كل كارت فيه سؤال وقعدت أجاوب عليهم. بديت أجهز هذه الأسئلة قبل أراجع الثيسز من الجلدة للجلدة طبعا، لأن البحث مرة كبير، ومهما راجعتها أحسن لما أطلع منها أسئلة،
فأنا لما بديت أجاوب على هذه الأسئلة أوريدي قعدت أجاوبها حتى بدون ما أرجع للثيسس. الأسئلة عامة عن الريسيرش كويستشن، عن أسئلة عامة غالبا يعني suitable for all kind of PhD thesis، عن الموتيفيشن، how I do the ethical work، إيش ممكن the most recent or relevant publication to my work، إذا أنا كنت مفكرة أني أسوي نشر علمي وين أنا ناوي أنشر، إيش الريسيرش كويستشن، إيش الجاب اللي لقيتها، إيش الميثودولوجي، كلها أسئلة عامة لكن كلها تقريبا سألت فيها. summarize your key finding، what's your contribution، هنا what's your overall argument، summarize the context. برضو كان يجي سؤال عن الميثودولوجي، why you choose this method and what if you choose a different method an alternative method. يعني يكون الشخص ملم بكل شيء كتبه بالرسالة وملم بالأشياء اللي ما حطها بالرسالة ومع ذكر الأسباب. الدوكيمنت هذا رفعته لجوجل درايف، راح أرفع لكم بعدين الرابط، ممكن تحملونه وتطبعونه وتستفيدون منه. وغالبا هو يمشي مع أغلب أنواع الدكتوراه، أغلب تخصصات الدكتوراه. أوكي، بعد ما خلصت استعدادي للأسئلة وجاوبتها، كنت تقريبا باليوم أجاوب 20 أو 30 سؤال على حسب طاقتي في هذا اليوم. بعد كذا رجعت أفتح الرسالة حقتي وأراجعها أو أقرأها من أول وجديد. طبعا المفاجأة أو غالبا هذا الشيء يحصل، it's so common أنه أكتشف أخطائي، بس طالما أنه هي أخطاء تايبو، أخطاء بسيطة تعتبر في نظر الإكزامينرز، بس شيء جدا مهم أنه يكون الطالب أوير بوجود هذه الأخطاء، علشان في المناقشة إذا سألوه عنها يقول لهم إيوه أنا عارف وأنا راح أصلحها، أنا أريد أن أعرف. فأنا سويت نوت في كل صفحة مثلا فيها خطأ أو شيء ناقص، علشان أقول لهم أنه أنا على علم بهذه الأخطاء. أوكي، في المناقشة في عدة أنواع من الأسئلة، ممكن يكون open question، close question، ممكن يكون long question or combined question. غالبا وقالوا لي اياها قبل المناقشه المشرفين، قالوا انه اول سؤال راح انسال عنه انه كلمينا عن موضوعك، كلمينا عن الرساله حقتك، عن بحثك، ولازم اتكلم شرح باسهاب لمده 3 إلى 5 دقائق، فلازم اكون مستعده ومحضره لهذا السؤال. وبالفعل انسالته اول شيء. بعد كذا يفتحون الثيسس أو نفتحها مع بعض chapter by chapter ويبدون يسألون. اللي أنا لاحظته أنه الإكزامينر يكونون مجهزين لكل chapter عدة أسئلة يسألون عنها، وبعدين ننتقل للفصل اللي بعده. راح أقول لكم تقريبا الأسئلة اللي جتني. طبعا مثل ما ذكرت في البداية أتكلم 5 دقائق عن موضوع الرسالة وليش اخترتها وكيف كملت في البحث لحد النهاية، in general يعني in a very abstract way. بعدين أسألوني الأسئلة تبع chapter 1 عن motivation، research question، what's my contribution. كانت أسئلتهم مرة light، خفيفة في هذا البارت. بخصوص الفصل الثاني literature review، أنا كان عندي شوي concern أنه ممكن يسألوني عن الدراسات السابقة أو أشرح مثلا شيء من الفريمورك أو الميثودز اللي تم استخدامها سابقا، لكن هم سألوني مرة أسئلة أبستراكت، إيش كنت تبحثين عنه، إيش كان السيرش إنجن حقك، كيف توصلتي إلى هذا الفصل، كيف قسمتي، كيف كتبتي، كيف توصلتي إلى الجاب. أسئلة غالبا تكون عامة، ما أتوقع أن هذه فقط تجربتي، كثير من اللي أعرفهم نفس الشيء، بعضهم already سوون سكيب لهذا الشابتر.
لكن ما في شيء أكيد، لأن في برضو بعضهم كانوا يسألونهم عن كل صفحة في هذا الشابتر. شابتر الميثودولوجي طبعا يسألون ليش استخدمتي هذا الميثود، ليش ما استخدمتي الالترناتيف ميثودز، ومجرد بس اللهم أني أذكر الأسباب اللي تعزز اختياري لهذا الميثود وليش تم اختياري لهذا الميثود. أهم شيء هم يبغون يتأكدون أني أنا فاهمة بالضبط ليش أنا اخترت هذا النوع وليش كملت في هذه الطريقة. هذا السؤال اللي أكيد راح ينسأل، وأكد لي مشرفي قبل أني راح أنسأل عنه: What's your research process or what's your research approach؟ عموما هو قصتهم كيف أنت صممتي أو كيف توصلتي إلى هذا البحث. طبعا بيكون من define the research question, review the literature، نفس النمط العادي اللي مستخدم في أغلب رسائل الدكتوراه. بقية الفصول هي my own contribution، فممكن تختلف طريقة الأسئلة من بحث إلى آخر، لكن غالبا راح يسألونك ليش توصلت لهذا الديزاين أو ليش استخدمت هذا الديزاين، اشرح لنا أكثر فكرتك أو إيش الالترناتيفز إذا مثلا كان في دراسات مشابهة لدراستك، أو على أي أساس أنت على أي أساس تكون دراستك هذه أفضل من الدراسات الأخرى. أنا في بحثي chapter 4 كان عن الـ framework، وبعد كذا سويت له modeling، chapter 6 الـ pilot study، chapter 7 الـ real case study، هذه شوية يسألوني عنها لأني طبقتها على project، فكان يسألوني كيف طبقتها، إيش الـ information اللي أخذتها من الـ project، وإيش الـ my own contribution، how I manage these data. طبعا فيها ethical approval وهذه الإجراءات الرسمية اللي في الجامعة عشان أقدر أتعامل مع بيانات حساسة. برضو ما دققوا كثير، بس كانوا يبغون يفهمون هذا الفصل كيف طبقته، اللي هو chapter 7 عن الـ real case study. الفصل الثامن في بحثي كان عن الـ evaluation والـ analysis for the results. أتوقع أنه هذا شيء جدا 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 مهم. كان يسألوني عن الـ evaluation، كيف أنا how I evaluate my framework و how I conduct it، وكيف بعدين how I manage the result of the evaluation. طبعا بعد ما خلصت من الـ evaluation أنا سويتها focus group sessions. بعد كذا كيف قدرت أحلل البيانات اللي أخذتها من الـ participant، وكيف حللتها، كيف استخدمتها، كيف فنتها أو صنفتها، وعلى أي أساس تم تصنيفها بهذا الشكل. بحثي استخدمت thematic analysis. طبعا اسألوني ليش استخدمتي هذا النوع وكيف استخدمتي. طبعا ذكرت لهم المراحل وكيف قسمتهم وكيف سويت الكودينج، وبعد كذا كيف استخرجت الثيم. نهاية البحث أو نهاية الريزلت حق الاناليسز لازم تجاوب على الريسيرش كويستشن اللي تم ذكرها في الفصل الأول، وهذا هو خلاصة البحث. طبعا في الأخير chapter conclusion، ملخص لما تم عرضه في الرسالة مسبقا. ضروري أني أذكر الليميتيشن، حدود بحثي، إيش الأشياء اللي مثلا كان ودي أني أسويها بس ما أمداني مثلا، أو في عوائق أخرى ما خلتني أسوي هذه الأشياء وأطبق هذه الأشياء. future work، نصائح مثلا للباحثين اللي يجون بعدي ويحبون يكملون على هذا الشغل. بعطيكم كم tips تبع الconclusion chapter في السناب الجاية. في بحثي أنا كنت too much honest وكتبت كثير من الليميتيشن، فهذا شوية كان شيء سلبي، ونصحون المشرفين انه لما اكتب chapter conclusion احرص انه part contribution اكثر من part limitation. فخليت limitation صفحة ونص، و part
الكونتريبيوشن 3 صفحات علشان يعطي انطباع للإكزامينر أو القارئ أنه أنا قدمت إضافات كثيرة أكثر من الليميتيشن اللي موجودة في البحث. التب الثاني أنه ما أقول والله أني أنا ما أمداني أطبق هذه الأشياء في بحثي لو كان عندي وقت بطبقها، لأنه ممكن يقولون أوكي رح نعطيك وقت، نعطيك major correction عشان تطبقينها. فقالي مشرفي ممكن تقولين لو أطبقها in different field or in different area. أنا بحثي طبقتها على European project وعندهم أنظمتهم الخاصة تبع الـ GDPR أنظمة الخصوصية، فقلت أوكي ممكن أطبقها على الميدل إيست وأشوف الأنظمة حقتهم كيف، علشان أتأكد مثلا أنه الفريمورك حقي مثلا شغال وأكتف في different location. مجرد مثال، أتمنى أني أكون وصلت الفكرة أنه ما تحدون، ما تذكرون الليميتيشن في البحث الكمي، قد ما تقللون من الكواليتي تبع الشغل حقكم، وأنه لو عندي وقت راح أسوي وأسوي، لكن خلوا مثلا أعددوها مثلا أن نطبقها على نطاق آخر، different region, different regulation، أشياء أخرى، different project. فشوية يعني أسكر عليهم الباب لما يقولون عشان ما يعطوني major corrections. أتمنى أني أكون غطيت جميع الأسئلة في كل chapter. طبعا مرة مهم جدا 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 تتفق مع السوبرفايزر أنك تعمل mock viva اللي هي المناقشة التجريبية، ممكن تكون بينك وبين المشرفين أو تكون مع شخص آخر ملم بهذا التخصص. وأنا حضرت للموك فايفا مثل تحضيري للأكتشوال فايفا، وكانت جدا مهمة أعرف أنا كيف أرد، كيف أجاوب، كيف طريقتي للاستجابة. ومشرفي كان موجود وكان يكتب ملاحظات، مثلا يقول لي هذا السؤال جاوبتي كويس، هذا السؤال كان يحتاج إجابة أوضح. وبعدين أعطوني تيبس أنه مثلا لا تقولي أنا ما أعرف، لا تقولي نسيت، أنا ما أعرف وين كتبت هذه المعلومة. Preparing Viva material طبعا يكون عندي، أنا عن نفسي كان عندي الثيسز مطبوعة عشان أحط نوت، الكاردز اللي وريتها لكم قبل شوي قسمتها حسب كل chapter وإيش الأسئلة اللي ممكن تنطرح في هذا الشابتر، ممكن الكي فايندينج، ممكن الكونتريبيوشن، ممكن الليميتيشن، كلها أشياء تكون جاهزة عندي وقت المناقشة. ممكن بس اللهم طبعا ممنوع أني أقرأ، لكن ممكن أني شوية كذا مساعدة يعني هند أو ألقي نظرة على هذا الكارد وأذكر إيش كنت كاتبة هناك وأعرف كيف أجاوب. النتيجة اللي تصدر بعد المناقشة ممكن يكون pass without any corrections، طبعا هذه نادرا تصير، الأغلبية pass with minor correction اللي هم تكون ممكن أخطاء بسيطة في البحث مثل حالتي، ممكن يكون في pass with major corrections ممكن اللي تكون 12 إلى 18 شهر من سنة إلى سنة ونص، وغالبا تكون تعديلات عميقة مثلا في الميثودولوجي، في يعني في الكور تبع البحث. وأتمنى أنه ما أحد يأخذ major لأنه مسار البحث غالباً بيتغير. في حالات يعطونهم بس أمفل أور فيل، طبعاً هذه لها شروط أو قوانين في الجامعة ما أعرف إيش هي، بس إن شاء الله أنه ما أحد يحتاج، إن شاء الله أنه ما أحد يتعرض لها.
في هذا الشيء ما تكلمت عنه، الفايفا كارد، ممكن تطلبونها أونلاين، بحط لكم الموقع. تقريبا هي نفس الأسئلة اللي أنا جهزتها، 120 سؤال، سوري 112 سؤال، بس أنها مقسمة بشكل مرتب. راح أحط لكم أخيرا، راح أسوي لكم شير لهذا الملف، ال PhD Viva Preparation، اللي يحتوي على الباوربوينت اللي تو شرحته، خطوات التحضير للفايفا والفايفا كويستشنز اللي أنا جهزتها وجمعتها، وكذلك الفايفا كويستشن كاردز اللي يحب يستفيد منها بدل ما يطلب وبدل ما يخسر فلوس.